أول شيء شكرا جزيل الشكر على استضافتكم صراحة، بدون مجاملة بطولة مميزة. أنا جيت قبل كده في البطولة اللي فاتت، البطولة ده صراحة غير، أشوف تنظيم أفضل، أشوف لوكيشن أروع صراحة، كان إحنا قاعدين في بطولات في أوروبا. ليس مجاملة إن بطولتكم تعتبر من أفضل ثلاث بطولات ممكن على مستوى المملكة صراحة. أجواء حلوة، منظمين شباب يقومون على التنظيم، شباب سعوديين نفتخر فيهم، وهذا اللي احنا نطمح فيه. أساس أشغال وقت الشباب في دورات رمضانية فيها محبة، فيها لقاء، فيها تعارف، فيها أشياء كثيرة. يعني أنتوا تحققون أشغال وقت الشباب فيما يفيدهم. شكرا لكم، وصراحة بطولة مميزة وأتمنى استمرارها، وأشكر كل المنظمين، الرعاة، اللاعبين، الفرق المشاركة، لأنهم كلهم مساهمين في هذا العمل المميز. والله الحمد لله، يعني تعرف إحنا عندنا يعني كشافين في كل البطولات، فتعرف يعني بنهاية الدورات كلها نبدأ نحصل الأسماء اللي إحنا يعني يتم عليها الاختيار، ويخضعون للتجربة، أكيد إحنا نستفيد من البطولات هذه في استقطاب اللاعبين المميزين. يعني على سبيل المثال اليوم أنا شفت لاعب هنا مميز يعني، فبالتالي سجلنا أسماء. حياك بين ربعك وأحبابك، تتحدى ويتحداك.